اوف سيف شوف انت تعرف وبمفتاح في حد في العيله ثاني مفتاح قبل كده بميداليا ابوك الله يرحمه كان معاه حته حصان في رقبته ايه ده شفت يا هادي اثرين راجل كان مزمزق عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح انما كده خلاص احنا خدنا ايه ده يا واد ده بتلفزيون يا خالي تلفزيون ده تلفزيون مبطط تلفزيون مبطط ايوه يا خالي وموصل للدرجه دي يا خمر اسود اسمه ليد ده حديث ده اللي يدور بده يا خالي اشتغل الحق يا خالي ده التلاجة مليانة أكل هات كل الطعام فورا جديلا هذي ايه بص الولية دي هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير انت عارف لو واحدة منهم دخلت في السنة عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقد الجنسية طبعا الخبر اسود ايه يعني بثبت؟ احنا هنعيش هنا على طول يا خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعد عنك مسمار جحا وتقف قد المكان خلاص السبع تلاف سنة حضاره بيقولوا لا عباس الضو بيقولوا لا هو الراجل ده ما نزلش للاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص بقت نعم خلاص هما 60-70 سنة دول مش هيعدوا على كده طيب وقت سعادة طريق اتفضل يا فنانين حلاوتك انت يا جميل يا منشخلع اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا يا الف مرحب جيتنا انس يا معلم سمعت انتوا روحتكم على الاخر دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكوا قاعده كده روح بس هات لي كوبايتين اجري تتح انت ده تتح ايه يا هزي اصحى يا تتح اعوذ بالله ابليس ومهمه انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا ايه في ايه يا حاج عصر جاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقولي اعرف اطبل؟ لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوة كده خلاص بقى يا عم حصوة السجاري النازف بقى ورور هوبا خالي ايه يا عايز ايه يا عايز 10 جنيه بس عشان اصور ورق عايزك روح هناك بالبنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعه لي استنى عندك يا خالي فيكس خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم هبقعد اكتبهم النهارده استنى هنا عندك خلاص كده هتمسح وهتقعدوا خلاص انا مقصر معاك في حاجه امسك انت منص وانا منص خلاص سلام عليكم سلام يا حبيبي
سلام يا هازي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. فين يا بوف ازعجناك بدري كده؟ لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا حبيبتي. يا علي مرزاق يا كريم. الراجل قلبها عمارة يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. الاول يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه. حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول؟ طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من اللي انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حسوة؟ اتنزلت ايه؟ دي السعارة. السعارة عشان خاطر بنته الموضوع دي تتستر. استعارة ايه وخيابة ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف ست شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي ورهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز نمضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص. خلاص بقت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح. انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. طب انت هتهجص تقول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي اديهم الرافعه. يا حصوة الكلب انا هفرغك نفسي. انا عكيش ما تاكليش اتكلي. لو سمحت سيب معلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بتلو افتح عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك ما عندناش ترجيع. انا هتيل حق النهارده. هتيل؟ شو بيت وكيفك يا اخويا؟ رعدوه في التلاجة على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصلي في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ امر يا عم الناس. جالي تعرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟